شيء كلش طبيعي انه اشوف زوجتي هي مديرة عملي. اليوم احنا نشوف المرأة كقاضية، رئيسة مجلس بالبرلمان، طبيبة او صيدلانية او ربما. بالعكس واحد يفتخر بهذا الشيء، لان المرأة لها دور قوي بالمجتمع. هو يعني المرأة عادي انه تصير مديرة اعمالي او هي شيء، فهي يعني حقها بالمجتمع، وانه هي نصف المجتمع، فعاد يعني طبيعي. واللي يعني يرفض هي شيء فهي اختلاف ثقافات بين المجتمع، فعاد يعني ماكو اي اختلاف انه انا زوجتي او اي شيء، يعني ما عندي مشكلة بها. أنا حاليا يعني ما متزوج، بس إذا تزوجت أكيد يعني إذا زوجت تصير مديرة عملي يعني أشوفها شوية، يعني أنا أقدر أدير عملي مثلا يصير عمل مشترك إيه، بس لا ما زوجت مديرة عملي شوية لا صعب، مو صعبة، وإنما شنو كل منو على النجاح، هي على الخطط النجاح، على العمل، على شو اسمه، على الأهداف اللي مطلوبة. كرأيي الشخصي أنا لا ما صعبة، يعني كصعبة من باب يعني الرجال هو صاحب العمل، كرجال بعمله كيكون هو مدير زين، بس من ناحية ثانية مثل البيئة الإدارة لا نطيها للمرأة، لأن البيت هو البيت للمرأة مو للرجال، كهي مديرة كهي تدور البيت من هاي من باب، بس من باب كل من وطبعه. أنا كطبع الشخصي ما أقبل يعني كم أهل الصين يعني كمديرة عملي أو شغلي أو تتدخل بعملي. اي ماكو اي مشكله، يعني انه المراه لازم تصير انه سند رجالها، هي ترتيبات يعني، فانه من تصير مديره عاليه ما بها اي مشكله، بالعكس انه هي درست ووصلت وصارت بهالمستوى اللي هي بيه تمام، فما بها اي مشكله انه اتحاد بين الرجل والمراه. يعني الناس اللي ترفض هذا الشيء انه اكو حريه شخصيه بالموضوع، فانه اكو شخص ما يقبل انه مرته تتحكم به وهيك بالعمل وفشله قدام الموظفين وهيك شيء، فانه هذا الحكي ما يصير مو مضبوط. فانه بداخل البيت اذا صارت مثلا انه يعني مديره عليك بالعمل تتحكم بيك وهيك ترتيبات، اكيد الرجال ما يقبل.